بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة نودل تعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هشتغل معاكم درس جديد من سلسلة تعليم الكروشيه، وهو التزايد والتناقص في غرز الحشو. التزايد في غرزة الحشو اسمه بالانجلش سنجل كروشيه انكريز، واختصارها في الباترون بيكون اس سي اي ان سي، وبيبقى مكتوب فيها مثلا اذا كان واحد او اتنين او تلاتة على حسب الغرزة اللي احنا هنزودها. يعني لو كان مثلا هنزود غرزة واحدة فبيكون شكلها على شكل حرف الفي، وعليها علامة الزائد او البلاس. يعني كل ضلع من حرف الفي بيكون عليه علامة الزائد او ايه او البلاس. طيب بالنسبة لو انا هزود يعني مثلا غرزتين او اكتر، فبيكون شكلها على شكل حرف الفي، وفي الوسط في ضلع زيادة يعني ثلاث اضلاع، وفي كل ضلع بيكون عليه علامة الزائد او البلاس. تمام، او بيكون برضو ثلاث اضلاع وفي الضلع اللي في الوسط بس علامه الايه البلس او الزائد. تمام، ده بالنسبه لغرز التزايد. طيب بالنسبه لغرزه التناقص اسمها بالانجلش دينكريزنج وان سنجل كروشيه، ويختصرها في الباترون اس سي 2 تي او جي، وشكلها في الباترون بيكون مثلا لو غرزه واحده، لو هنناقص في غرزه واحده بيكون شكلها على شكل رقم 8، وفي كل ضلع بيكون عليه علامه الزائد او البلس او 8، وفي الوسط علامه الزائد. تمام، لو في غرزتين بيكون 8 وفي ضلع زياده بيكون في النص، وفي كل ضلع من الثلاث اضلاع عليه علامه الزائد او البلس، او بيكون على شكل برضو ثلاث اضلاع وفي الوسط بس اللي هو علامه الزائد. تمام، فيلا بينا نبدا ونشوف ازاي هنشتغل غرزه التزايد والتناقص. انا اشتغلت كده عدد من غرز السلاسل، اشتغلت 10 غرز سلاسل، واشتغلت سطرين من غرز الحشو العادي. هبدا بعدين اشتغل غرزه التزايد، برتفع بغرزه السلسله وبلف الشغل للناحيه الثانيه، وهبدا اشتغل مثلا في كل غرزه من غرز الحشو هشتغل فيها غرزه تزايد. فبدخل كده في الغرزه وبسحب الخيط، هيتكون معايا حلقتين، بسحب خيط على الابره وبخرج من الحلقتين كده غرزه حشو. التزايد بقى بشتغل في نفس مكان الغرزه، يعني بشتغل غرزتين في نفس مكان الغرزه. هدخل تاني بالابره وهشتغل غرزه حشو. كده انا اشتغلت تزايد، يعني غرزتين في نفس مكان الغرزه. الغرزه اللي وراها هشتغل غرزه تزايد، غرزتين في نفس مكان الغرزه، واحد اتنين كده تزايد. الغرزه اللي وراها بشتغل غرزتين في نفس مكان التزايد، واحد اتنين. الغرزه اللي وراها بشتغل غرزتين، ادي غرزه، وفي نفس مكان الغرزة بشتغل غرزة تاني حشو. كده بيكون معايا القطعة معايا بتكبر، كل ما انا بشتغل تزايد القطعة بتكبر. التناقص بقى القطعة بتضيق وتصغر. تمام، هكمل اشتغل غرزة حشو، وفي نفس مكان الغرزة بشتغل فيها غرزة تاني كمان، والغرزة اللي وراها بشتغل غرزة حشو، وفي نفس مكان الغرزة بشتغل فيها غرزة كمان اهو. كل مالها القطعة بتوسع معايا وتكبر. تمام، هشتغل غرزة حشو، وفي نفس مكان الغرزة بشتغل فيها تاني غرزة حشو. الغرزة اللي وراها هشتغل فيها غرزة حشو، وفي نفس مكان الغرزة بشتغل فيها غرزة حشو. الغرزة اللي وراها هشتغل غرزة حشو، وفي نفس مكان الغرزة بشتغل فيها غرزة حشو. وصلت عند نهاية السطر، هشتغل برضو فيهم غرزتين حشو. ادي شكل القطعة معايا، كل مالها بتزيد وبتكبر. انا اشتغلت اول حاجة بدأت بيها 10 غرز حشو، ومفروض ان هو يكون معايا 20 غرزة. هعد كده الغرز معاكم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 غرزة. تمام، هبدأ اشتغل كمان السطر اللي وراه، هرتفع بغرزة السلسلة وهلف الشغل معايا، وهشتغل في كل غرزة معايا من غرز الحشو هشتغل برضو تزايد. معايا كده في اول غرزة اهي، بدخل تحت حرف الفي وهشتغل
غرزة حشو، وفي نفس مكان الغرزة بدخل تاني وبشتغل فيها غرزة حشو. كده اشتغلت غرزتين حشو. في الغرزة اللي وراها بدخل تحت حرف الفي وبشتغل غرزة حشو، وفي نفس مكان الغرزة بشتغل فيها كمان غرزة حشو، طبعا على حسب البطرون اللي مرسوم عندك. بعدين الغرزة اللي وراها اشتغل غرزتين حشو، واحد في نفس مكان الغرزة بشتغل تاني غرزة حشو. سهلة جدا التزايد اهو، كل اللي انا بعمله ان انا بزود غرزة في نفس مكان الغرزة، او على حسب البطرون المرسوم عندك. يعني ممكن يطلب منك تشتغلي غرزتين تزايد، فانت هتشتغلي كمان يعني مرتين في غرزة الحشو. تمام، الغرزة اللي وراها غرزة حشو، في نفس المكان بشتغل غرزة كمان، الغرزة اللي وراها غرزة حشو، في نفس مكان الغرزة بدخل كمان اشتغل غرزة حشو، الغرزة اللي وراها بدخل اشتغل غرزة حشو، وفي نفس مكان الغرزة بدخل تاني اشتغل غرزة حشو. اهو ده شكل التزايد اهو، كل ما لها القطعة معايا بتكبر وبتوسع. طيب احيانا بيطلب مني مثلا ان انا اشتغل تزايد مرتين في نفس مكان الغرزة، فبدخل كده في الغرزة بشتغل غرزة حشو، وكمان بشتغل غرزتين في نفس مكان الغرزة، غرزة واحد اتنين، على حسب البطرون المرسوم عندك. فبتبدأي تشتغلي غرز التزايد، مثلا برضو هشتغل تزايدين في نفس مكان الغرزة، هشتغل غرزة حشو في نفس المكان بشتغل غرزتين حشو، واحد اتنين، الغرزة اللي وراها هشتغل غرزة حشو، وفي نفس مكان الغرزة هشتغل غرزتين حشو. طبعا بيكون شكل التزايد اللي هو مرتين او ثلاثة، فبيكون على شكل حرف الفي، وفي ضلع كده في النص زيادة، وفي كل ضلع من الاضلاع الشكل اللي معايا بيكون عليه علامة الزائد، يعني في الغرزة بيكون ثلاث غرز حشو. ادي واحد في نفس المكان اتنين، وفي نفس المكان تاني ثلاث غرز حشو، هدخل كده اشتغل غرزة حشو، وفي نفس المكان غرزة تاني، وفي نفس المكان غرزة تالتة اهو. اهو ده شكل غرز التزايد معايا، شايفين القطعة عملت ايه اهي، بقت شكلها كده ايه كبرت خالص معايا في حجمها، وبقت ان هي كل مالها بتوسع معايا في الحجم. وده شكل غرز التزايد. طبعا انا اشتغلت نص تالت سطر، اشتغلت نص تزايد في غرزة واحدة، والنص التاني التزايد معايا في غرزتين. تمام اهو. طيب تعالوا نشوف بقى التناقص في غرزة الحشو.
كده انا اشتغلت زي ما انا قلت هم 10 غرز حشو. هبدأ بعدين اتناقص من السطر اللي وراه، برتفع بغرزة السلسلة وببدأ الف الشغل معايا كده اهو، وهبدأ اشتغل تناقص في غرزة واحدة، فهدخل في الغرزة وهسحب الخيط، هيتكون معايا حلقتين، وهدخل في الغرزة اللي وراها بالإبرة وهسحب الخيط، هيتكون معايا 3 حلقات، 1 2 3، وهسحب خيط كده على الإبرة وهخرج من ال3 حلقات مرة واحدة. كده كده بقيت معايا غرزة حشو واحدة، تمام. هدخل في الغرزتين اللي ورا بعض وبرده هشتغل غرزة تناقص، هدخل كده بالإبرة هسحب خيط، هيتكون معايا حلقتين على الإبرة، بعدين هدخل في الغرزة اللي وراها هسحب خيط، هيتكون معايا 3 حلقات على الإبرة، 1 2 3، هسحب خيط على الإبرة واخرج من ال3 حلقات كلهم مرة واحدة. كده التناقص التاني، المفروض ان انا معايا 10 غرز حشو، لما اتناقص المفروض ان هيكونوا معايا 5 غرز حشو. الغرزة اللي وراها واللي وراها هشتغل غرزة تناقص، هدخل بالإبرة وهسحب الخيط، هيتكون معايا حلقتين على الإبرة، هدخل في الغرزة اللي وراها وهسحب الخيط، هيكون معايا 3 حلقات على الإبرة، بسحب خيط على الإبرة واخرج من ال3 حلقات مرة واحدة، تمام. الغرزة اللي وراها هسحب خيط، هيتكون معايا حلقتين، وهدخل بالإبرة وهسحب خيط، هيتكون معايا 3 حلقات على الإبرة، بسحب خيط على الإبرة وبخرج من ال3 حلقات مرة واحدة. آخر غرزتين هدخل بالإبرة وهسحب الخيط، هيتكون معايا حلقتين، وهدخل بالإبرة في الغرزة اللي وراها هسحب الخيط، هيتكون معايا 3 حلقات، هسحب خيط على الإبرة واخرج من ال3 حلقات كلهم مرة واحدة. أهو ده التناقص. نعد كده الغرز، 1 اهي، 1 2 3 4 5، 5 غرز. طبعا لما كانوا معايا 10 بعد ما اشتغلت التناقص بقوا معايا 5 غرز، تمام. طيب نشتغل السطر اللي وراه كمان تناقص، هرتفع بغرزة سلسلة وهقلب الشغل معايا للناحية التانية، هدخل كده في الغرزة هسحب الخيط، هيتكون معايا حلقتين، وهدخل في الغرزة اللي وراها هسحب خيط، هيتكون معايا 3 حلقات، هسحب خيط على الإبرة واخرج من ال3 حلقات كلهم مرة واحدة. بعدين هتناقص في الغرزة اللي وراها، هدخل بالإبرة هسحب خيط، هيتكون معايا حلقتين، هدخل بالإبرة وهسحب الخيط، هيتكون معايا 3 حلقات على الإبرة، هسحب خيط على الإبرة واخرج من ال3 حلقات كلهم مرة واحدة. اهو ده شكل التناقص، كل ما لها القطعة معايا بتضيق، واتبقت معايا غرزة حشو. طب تعال نشوف التناقص في غرزتين. اول السطر انا اشتغلت تناقص كده في غرزة، هشتغل بعدين التناقص في غرزتين، هدخل بالإبرة وهسحب الخيط، هيتكون معايا حلقتين كده على الإبرة، هدخل بالإبرة في الغرزة اللي وراها وهسحب الخيط، هيتكون معايا 3 حلقات على الإبرة، وفي الغرزة اللي وراها بدخل بالإبرة وبسحب الخيط، هيتكون معايا 4 حلقات على الإبرة، بسحب خيط على الإبرة واخرج من 4 حلقات كلهم مرة واحدة. كده التناقص في غرزتين، تمام. بعدين هرتفع بغرزة سلسلة وهشتغل غرزة تناقص في غرزة واحدة، بدخل في الغرزة بسحب الخيط، هيتكون معايا حلقتين، وبدخل بالإبرة في غرزة اللي وراها وبسحب الخيط، بيتكون معايا 3 حلقات، وبعدين بسحب الخيط على الإبرة وبخرج من 3 حلقات كلهم مرة واحدة. ده شكل غرزة التناقص اهو. يبقى احنا شفنا التناقص في غرزة والتناقص في غرزتين، وده شكل التناقص معايا. وبكده يكون خلص معايا درس النهاردة، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وحصري ان شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.